ومتابع برنامجنا معكم على تشين 97.9. واول نهار حفل اليوم بالمقابلات، وهلا معنا خبير العقارات الاستاذ وضاح حسين من ذا فيرتكس تيم دوت كوم رويال بيج تيم ريلتي. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. كيفك انت؟ كيف صحتك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، رمضان كريم. رمضان كريم ينعاد عليكم ان شاء الله وعلى كل العالم بأوتاوا، وإن شاء الله يعم السلام بالعالم كله من تمك لباب السماء لباب السماء. يا رب هذا السلام، يعني إذا كلنا سوا لازم سوا مع بعضنا نقعد نصلي لحتاني ما حدا يروح شيء علي لحتاني السلام يعني. يا الله بعين. اليوم موضوعنا بهاللقاء هذا هو the private listings. يعني كلمة، لانه ليش اقول الكلمه عم تنقال اكثر واكثر؟ لانه مش بس بالريل ستيت اندستري، صحيح كل شيء صرت عم تلاقي العالم خاصه بالفتره هاي. دو ات يور سيلف، كل شيء دو ات يور سيلف. بس يعني واحد بس يكون عم يعمل لنقول حجز لفرصه ليروح على سفريه، شيء شغله حتى كذا، كل شيء يعني رايح سفره ابو 1000 2000 دولار نو بروبلم. صحيح. بس هون عم نحكي عن بيت الاحلام، عن انفستمنت بالمئات من الالافات من الدولارات. صحيح. وفي منهم لحد الملايين من الدولارات كمان عم نعمل انفستمنت. صحيح. والانسان بيبقى عنده هالطموح، ولا بعملها انا لحالي. هون ما نحكي عن اكيد فيها خطر، أكيد. ما في شيء هيك سهل، مثل ما بقولوا بالانجليزي، انا بحب المثل if it's too good to be true it's too good to be true. صحيح 100%. فبقول انا اوكي، هات لنسال اولا شو هي البرايفت ليستنج، يعني أوكي. شو بيعتبر برايفت ليستنج؟ اوكي، البرايفت ليستنج هم في كتير ناس بكون عندها بيوت وحابه تبيع البيت لحالها من غير استشاره خبير عقارات، فبفضلوا كتير ناس بفضلوا انهم يوفروا العمولة اذا صح التعبير، انه بدل ما يدفعوها لخبير عقارات ويوجههم الاتجاه الصحيح والمناسب، وطبعا ليجالي وتكنيكلي انه يقدروا يبيعوا البيوت تبعتهم من غير اي مشاكل. بتصوروا، في كتير ناس بتصوروا انه ممكن يحاولوا يبيعوا العقار لوحدهم من غير استخدام خبير عقارات. طيب هلا بس بدنا نسجل بيت او عقار، اكيد في محامي بالنص، فاذا في محامي بالنص شو هو الريسك يلي عم ياخذه الواحد اذا طيب اذا انا، لانه هذا تفكيرهم بيقول لك طيب مازال في محامي، لا ترى المحامي هو بيزبط لي شيء اذا في شيء، بس اكيد في ريسك والا ما في ولا كان لشو احنا لشو هالوظيفه. صحيح. شو هي هالخطر؟ شوف، هو المحامين هم في كتير ناس هم يعني مش مستوعبين الموضوع هذا، لأنه في ناس بتقول لك ما هو في محامي في الموضوع. المحامي بيجي بوقت متأخر من الاتفاقية، وكتير أحيانا بتكون الاتفاقية سارية المفعول أو منقول عنها firm، فالمحامي لما بدخل بالاتفاقية بكون already الكونتراكت ممضي وخالص بين الطرفين، بين البائع والمشتري، فبكون في liabilities ومسؤولية قانونية على البائع وعلى المشتري بطبيعة الحال. فالمحامي لما يدخل بالاتفاقية ويحاول يكتشف انه في اخطاء بالاتفاقية نفسها او في شغلات مش منتبه لها البائع او حتى المشتري، بحاول انه يصلح الاخطاء، لكن بكون في طبعا تضارب مصالح من الطرف الثاني، فبتلاقي بيصير في مشاكل كتير، وكتير احيانا بعد نصيحة المحامي بتفرط البيعة. بس انا شخصيا بس اسمع كلمة اتفاقية باللغة العربية بتعني لي انه بالزمانات بقوا يسلموا ايد بايد، هاي اتفاقية. والله كانت احلى ايام. احلى ايام. بس اذا بدي ترجمها للانجليزي بحس فيها قانون اكتر. صحيح. يعني الكونتراكت. الكونتراكت بالضبط. الاتفاقية هي الكونتراكت. الاكيد. يعني هون اولا بس يكون البيع عم يبيع هالبيت لحاله بالنسبة ل بدون ليستنج، بدون خبير العقار، بدون خبير العقارات. هلا هون حكينا عن الخطر، الشره اللي عم يشتري
بسن سنين وهون بيقول اوه اخ 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 هذا لحاله لحاله هون انا اتصرف اوفر في لازم يكون في خطر هاي هاي تضارب المصالح اللي مش ليوفر بصير بده يستغل الفرصه بيستغل وبده زي ما تقول يعصر البايع كمان ما هي اللي بنتكلم عنه تضارب المصالح لما بيكون في واحد عارض بيته من غير خبير عقارات بيجي عاده البيوت اللي زي هذه الناس اللي بتدور على بيوت مش معروضة مع خبير عقارات عادة هدول بدوروا على زي ما بنقول لقطة أو بدوروا على فرص انتهازية وبكون البايع عن طيب خاطر عارضه بسعر أحيانا بكون حسب الماركت وأحيانا بكون أكتر من الماركت ومعظم الأحيان منلاقي إنه البايع عارض البروبرتي أعلى من سعر الماركت لأنه الشخص لما بيجي بيعرض البروبرتي اعلى من سعر الماركت دائما بكون عنده زي ما تقول بيرسونال اتاتشمنت للبروبرتي نفسها فلما بيجي المشتري بيقول لك اول شيء ممتاز هذا عرض لحاله اول شيء بدي اعمله بدي انا اقص منه 5% هلا وين بيصير المشكله اللي عارض البيت هو بدي يوفر 5% مزبوط مزبوط ما هو هاي الهدف تبعه عشان يوفر 5% أو 6% أحيانا أو 4% حسب كل ايجنت شكل البيجي بده يشتري بده يوفر هو 5% فبصيروا يتخانقوا على هال 5% وهم غفلين عن الهدف الرئيسي اللي هو شراء البيت أو من طرف البايع بيع البيت يعني بسيبوا زي ما بنقول المين جول للديل كله وبصيروا مين بده يوفر فيهم 5% وهذا طبعا كتير خطأ لأنه البايع عادة بالماركت الطبيعي الماركت الأيام هذه شوية مختلف بس الماركت الطبيعي عادة بيكون في نيغوشيشن وعادة بنزل السعر وخمسة في المية السنة الماضية والسنة اللي قبلها شيء متعارف عليه يعني شيء طبيعي إنه ينزل البايع 5% والمشتري لما بيجي مفروض يكون هو عامل حسابه إنه ممكن يتناقش بالخمسة في المية بس لما يجي المشتري يشتري هالبروبرتي ويحاول يعمل نيغوشيشن 5% بتلاقي البايع بيصمم انه بده يوفر هو 5% فبصير بيرسونال اتاتشمنت وبصير في بيرسونال كونفليكت هلا بتعرف شو عم بيصير هون اها لانه المصاري فيش العم منها المصاري بتلعب دور قوي طبعا. لانه هذيك ملتهي بال5% وهذيك ملتهي بال5% في شيء كتير مهم تني الشره ما انتبه له صحيح هو لأنه التابه بده يعمل هالديل نسي بهالديل يحط شرط الانسبكشن صحيح هذا نمبر 1 وهي دي يلي ممكن تضره ويدفع أكتر وأكتر هلا هون بيصير كثير اشياء كمان غير الانسبكشن بيصير الانسبكشن انا اكيد مع خبرتي معك هون بالاستوديو ومع الاشياء اللي عم بتصير انا اكيد 100% عدد كبير من الانسبكتورز بيمروا تحت ايدك 100% وبتصيروا تنقل المنيح من اللي ما عنده experience. ما عنده experience فاذا انا اذا بدي انا اشتري بيت من تحت ايدك صحيح ساعتها الانسبكتور بكتبعت لي اياه راح يكون شيء ممتاز صحيح 100% راح يعرف يلاقي لي الاشياء لانه هيدا الخطر دائما انه لازم تبعد دائما بنحكي انه قديش انه المبلغ اللي بتدفعه للانسبكتور قد ايه بيوفر لك بالضبط 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 كتير احنا احيانا من نيجي يعني بيجيني الباير احيانا بيجي بقول لك انا بدي اجيب الانسبكتر تبعي فمنقول له اوكي ما في مشكلة جيب الانسبكتر تبعك مين يا معلم الانسبكتر تبعك بقول لك والله انا عندي ابن عمي صاحبي الوالد اخويا والله بيشتغل بالرينوفيشن والله هذا بنى بيت قبل هيك والله كذا بس هذا ما بيعطي الخبرة الكافية انه يقدر يعمل انسبكشن لبيت لانه الانسبكشن كتير مهم وفي لايبيليتي على الانسبكتر لحد معين انه لازم يكون الانسبكتر لايسنسد ولازم يكون انشورد بالذات وانا بفضل عادة اختار انسبكتر يكون مهندس مدني او سيفل انجينير عادة انا الانسبكترز اللي بتعامل معهم بكونوا سيفل انجينير وصدقني كذا مرة بمرة يجي انسبكتر مع الباير بعد قبل ما ادخل الانسبكتر البيت ويبلش يشتغل بسأل الانسبكتر عدة اسئلة بسأله اذا مسجل بالاسوسيشن اذا هو سيفل انجينير اذا هو عنده انشورنس على البزنس تبعه
في كتير انسبكترز ما عندهم ولا مسجلين بالاسوسيشن، وهذا يعني هذا كتير خطر انك تتعامل مع انسبكتر بالحجم هذا، لانه ما بكون عندهم الخبرة الكافية او بكونوا مخدين كورس لست اشهر ومسمين حالهم انسبكتر، وهذا طبعا ما بيخول لهم يكونوا انسبكتر. في شيء عم نسمعه هلا بهالوقت هذا بالفتره بالنسبه للبيع وشراء البيوت، انه ليه البيوت اللي عم تنحط للبيع صحيح وعم يجي سعرها مثل ما طالب الزبون. صحيح. هلا هون بيقولوا واو ليه، اكيد ولا مره بيجي بسعرها، بس هالمره بتختلف عن غيرها لانه الاسعار عم تجي اكثر. صحيح. فهالشخص يلي اختار هو أنا بدي وفر هالأربعة ولا الستة بالمية صحيح وحط أنا بيتي للبيع، بحط بيتي للبيع، هذا قديش عم بيخسر؟ بيخسر كتير إذا ما عنده هالأشخاص بكترة لتيجي وتتزايد. صحيح هو في طريقة معينة إحنا بنشتغلها بطريقة معينة أنه نقدر نجذب أكبر عدد من المشترين للبيت بفترة زمنية محددة، وبعدين بنفتح السوق زي ما بتقول زي ما بنقول للمشتري او للايجنت تبع المشتري انه يحط العرض تبعه. وفي كتير تكنيكاليتيز بالموضوع، ولما يجي المشتري يعمل الاوفر او الايجنت يعمل الاوفر في شغلات كتير لازم ينتبه لها. فاذا واحد عرض بيته لحاله من غير خبير عقارات واجاله ملتيبل اوفرز على البيت تبعه، في كتير خطورة بالتصرف اللي ممكن يعمله. فإذا قبل آفر من غير الآفر التاني بطريقة معينة ممكن يتقاضى وممكن يتحاسب قانونيا، ساعتها بيلتزم بهالعقد، وبعدين ممكن يتحاسب قانونيا من الأطراف التانية، بقول لك إنه أوكي أنا قدمت لك عرض قبل العرض الأولاني، كيف أنت ما بلغتني، كيف أنت يعني. في كتير أمور تكنيكالز البايع أو صاحب البيت بيغفل عنها، وممكن يعرض حاله لمساءلة قانونية. فإحنا دائما إحنا يعني بننصح يكون عندهم خبير عقارات على أساس إنه يقدر يوجهه التوجيه الصحيح ويقدر يعمل ماركتينج بأكبر حجم ممكن حتى يقدر ياخد العروض الكاملة من الماركت ومن المتاح من المشترين للبيت تبعه، فحتى يقدر يجيب أعلى عرض ممكن أو أعلى سعر ممكن للبيت تبعه، وهذا شغلة كتير مهمة. طيب بسيرة الماركتينج وهي شغلتكم، هذا كتير مهم، إنه لأنه طبعا اللي عم يبيع البيت ما عنده خبرة الماركتينج، يمكن عنده خبرة الماركتينج بالبطيخ والكذا مثلا مع نحكي مثلا هو بيشغلته بس بالعقارات ما عنده خبرة بالماركتينج. في سؤال بدي أسألك على الماركتينج، هلا بشوفه أنا بشوفه أكتر الأيامات ما بقى، وكل مرة بقول لهم شو بيعنوا فيها، هاي بشوف لك أرما coming soon بالضبط يعني مثل عم يعملوا إنه بيعملوا زي ما تقول رهجي قوي بيحمسوا العالم إنه هذا البيت هيجي قريب على الماركت. فإحنا عادة لما يقرب عنا بيت وبدنا نعرضه وبيبلش بتاريخ معين، زي ما قلنا في أمور معينة بنعملها حتى نجذب أكبر عدد من المشترين. فإحنا عادة أنا كان بالنسبة إلي والتيم تبعي بنعرض بنحط البيت بنحط ساين قدام البيت وبنقول coming soon لفترة معينة مدروسة، فترة مدروسة حسب المنطقة وحسب كل منطقة واستيعابها، وبعدين بنفتحه وبنحطه على الـ MLS system. فإحنا بيجينا اتصالات للبيت هذا بالفترة هاي الزمنية، ومنجهز المشترين وبنعملهم qualifying قبل ما ندخلهم للبيت. فهذه فترة coming soon اللي هي عادة بتكون أحيانا أسبوع أو أحيانا يومين أو بجوز أكتر حسب كل بيت، بنعمل qualifying لهدول المشترين العالم اللي بتتصل معنا، بنقعد نتقابل معهم بنشوف قديش هم qualified إنهم يشتريوا بيت. هلأ في شغلة إحنا يمكن نطينا عنها، الناس بالنسبة للريسك، هلأ تذكرتها بالنسبة للريسك اللي بنتكلم عنه، في كذا بيت بالتورونتو وانعرضوا برايفت والناس طبعا البرايفت سيلر بيجي ناس من البابليك ما بيعرف مين هم، لا بيعرف إذا هم كواليفايد
ولا بعرف شخصياتهم ولا حتى معه الاي دي تبعهم ولا بعرف مين هم الاشخاص. والله اوه هاي جون اي وانا سي يور هاوس، اوكي تعال الساعه كذا. بيجي جون بدخل البيت بتفرج على البيت كلياته وبعاين اذا في الارم ما في الارم، بشوف ايش في عنده، تلفزيون تلفون فيديوهات اكويبمنت ايش، وين الذهب محطوط، وين الكذا، بياخذ راحته. وبيجي بعدها بيومين ثلاثه بيجي بسرق لك البيت كله. فهذا اللي بنتكلم عنه خطأ. احنا الريسك، احنا يعني البايع لما يجي يعرض بيته برايفت لا بيقدر يعمل ايدنتيفيكيشن لهدول الناس اللي حيدخلوا بيته، بكونوا فيري راندوم، ما بيعرف منهم، ما بيعرف اذا مشتريين حقيقيين ولا لا، وما بيعرف اذا كانوا مشتريين حقيقيين، ما بيعرف اذا هم كواليفايد ولا لا لهذا البيت. فكتير احيانا بكون هذا صاحب البيت عم بضيع وقته بناس مش فت للبيت تبعه. فهذا واحد من المشاكل اللي منواجهها. وفي طبعا في شغلات كتير لازم ننتبه لها بالبيت نفسه. لما بيجي المشتري اذا كان برايفت، في البرايفت سيلرز ما بيقدروا يعرفوا انه المشتري هذا اللي جاي هل عنده مشكلة عنصرية بالنسبة للبايع، هل في عنده مشاكل تانية نفسية، يعني في خطورة بنتكلم. فلما بدخل المشتري بشوف انه والله في، يعني بديش اوضح اكتر من هيك، بدخل بشوف انه في صور، بشوف انه في والله في البيت صبايا، بشوف انه يعني في اشياء كثير هون الواحد بيجي في خطوره، يعني عم تفوتوا على بيتك بدون عم تعطي له كل اسرارك انت بالضبط. طيب قلت ثلاث احرف ما راح مرق لك اياهم هيك، راح احكيك عنهم هلا بعد ما ناخذ فاصل ونرجع. نحن عم نحكي مع وضاح الغصين من vertexteam.com رويال بيج تيم ريلتي، والثلاث احرف هن MLS، راح نحكي عنها بعد شوي. يلا واستاذ وضاح الغصين من vertexteam.com رويال بيج تيم ريلتي MLS، قطع شوي بعد شوي لانه جينا اتصال هلا، وهات لنجاوب على سؤال الاتصال، خاصه كنت عم تحكي عن السكيورتي والتامين والريسكس واللي موجودين ب حط البيع هوني برايفتلي. وكمان هون الريسك مش بس للشخص يلي حاطط البيت للبيع، في ريسكس كمان للشخص يلي عم يشتري البيت. صحيح، لانه دائما دائما انتم بتنصحوا بتشوفوا اشياء يمكن انا مش شايفها 100%، ولانه عندكم لسه، ولانه انتم بتشوفوها كذا مره، يا مش شايفين انت مره انا مره او مرتين عم بشتري لنقول بيت بالضبط بحياتي، انت عم تبيع كذا بيت. يعني عندنا لك ريكورد يمكن من 60 ل 70 ديل بالسنه، فاحنا مر علينا كتير. يعني طيب الاتصال هو بيسال سؤال عن الشخص اللي اشترى بيت، حلو عمل الانسبكشن كل شيء منيح وحتى يمكن ما عمل الانسبكشن، يعني ما وضح يعني شو بعد سنتين زمان بلاقي انه في شيء خطر بالبيت، اسباستس حلو، او في شيء غلط بالفاوند شيء ستراكشرال دامج طيب كذا. هلا شو كيف بيقدر الواحد اول شيء يتجنب هالشيء اولا، ثانيا طبعا نتجنب نعرف انه بيروح بالمحكمة العقارات، وكيف او عنده مجال ليرجع يراجع ال طيب البيئة. هلا خلينا نوضح شغله. هلا اذا هلا انا طبعا احنا ما عندنا القصه كليتها. هلا نفترض انه المشتري هذا اولا انه جاي من غير خبير عقارات، فلنفترض انه مش جايب انسبكتر. هلا اذا هو جاي ومشتري بيت عن طريق ليستد ايجنت، اوكي الايجنت اللي كان عارض البيت للبيع في عنده مسؤولية انه اذا كان البيت فيه اسباستوز مفروض يعمله سيرتن ديسكلوجر. بس اللي بصير احيانا انه الليستنج ايجنت احيانا حتى هو ما بيكون عارف، فبترجع اللايبلتي على البايع اكيد. فهذا اذا كان البيت معروض كاين مع ايجنت، اوكي هلا اذا ما كانش معروض مع ايجنت برايفت، هاي اللي بنتكلم عنه بنقول له جود لك، لانه يعني اذا لانه مش معروض مع ايجنت بده يروح يقاضي البايع نفسه، والبايع نفسه يمكن يكون حتى طيب طلع من البلد. يعني هات لكاني بسرعه نشوف شو الاشياء الاشياء يعني اللي لازم الواحد يعمل لها ديسكلوجر. اولا صرنا نعرف انه قانونيا
انه اليوفي اول شيء الجرو اب اوبريشن صح. الاوبريشن هاي مجبورين تحكي عنها صحيح, وحنشوف منها كتير هلا. واذا صار في كرايم صحيح, اذا صار في جريمه مش اي نوع من الكرايم اكيد, اذا في ثفت بالبيت هذا مش شرط انه نعمل له ديسكلوجر, لانه السرقات يعني بتصير مع مين بتصير وكي. كتير وبتصير مع مين مكان. لا عم بحكي عن جريمة قتل. بس إذا جريمة يعني. قتل هذا موضوع طبعا لازم ينعمل له ديسكلوجر أكيد من البايع, وإذا البايع عمل له ديسكلوجر للإيجنت طبعا الإيجنت عليه لايبيليتي كبيرة إنه لازم يعمل ديسكلوجر أكيد. وموت الطبيعي؟ موت طبيعي لا, مش بحاجة لا لا ما. فإذا لكني إشي مثل اللي ممنوعة مثل الأسباستس صحيح واليوفي انسوليشن هودي مجبورين يعملون ديسكلوجر. هذا اذا اجين نوضح, اذا البايع عمل ديسكلوجر للليستنج ايجنت تبعه, الليستنج ايجنت تبعه عنده لايبيليتي انه يعمل ديسكلوجر لهذا الكلام. هلا في بعض الليستنج ايجنتس يعني بتلعبوا يعني مش عفوا مش بتلعبوا انه بيطلعوا حالهم من المسؤوليه, بيقولوا انه البروبرتي از از كونديشن. فلما بقول الايجنت انه as is condition معناته المشتري او الايجنت تبع المشتري لازم يكون واعي ولازم يعرف انه هاي البروبرتي احتمال يكون فيها ستوري ويكون فيها ريسك معين, عشان هيك الايجنت ما بده ياخذ اللايبيليتي. فعم بقول لك as is condition فلازم يعمل اللي بنسميه دو ديليجنس للباير حتى يقدر يعرف ايش في ممكن المشاكل هذه. الايجنت بالليستنج ايجنت بطبيعه الحال اذا الليستنج ايجنت عنده خبره كافيه بشوف اذا البيت عمره ممكن يكون فيه اسباستوس ولا لا, حسب عمر البيت صحيح. هلا اجمالا لنشوف لنطمن بين المستمعين اجمالا انا بدي احط بيتي للبيع صحيح. قلت لك استاذ وضح تعب بدي احط البيت للبيع, قلت انت اخذت عملت ليستا لتسالني اسئله صحيح, بتمضيني عورق بالنسبه للديسكلوجر هيك عم تحمي حالك وبتكون انت اخذت كل شيء اللي انا اخذته. اذا في شغلات في طبعا في السكاجوال اي للليستنج اجريمنت بنكتب عليه الديسكلوجر معين وبوقع عليه البايع. اذا في شغله هو السيلر مو حابب يذكرها بنوقع على ورقه معينه وبفرض علينا السيلر انه نون ديسكلوجر, ومنحط احنا باللستنج انه البروبرتي بينج سولد از از اند اللايبيليتي بتوقع كليتها على المشتري. بس انا عاده يعني انا شخصيا ما بحب ادخل بهال لانه بحب يكون الامور واضحه. حلو طيب صار عنده 200,000 سبب لحبتيني يستعملوا الخبير العقارات بدل البرايفت سيلز. هات لنشوف هلا لكيني لنرجع على فكره البرايفت سيلز البنوك قبل ما عشان ما اقطعك البنوك بتخاف اكثر من البرايفت سيلز. فلما يجي مشتري شاري بيت برايفت سيل البنك بتطلع على هذا البيت انه فيه نوع من الريسك فالبنك بصمم انه يعمل ابريزل على البيت ويشوف, واحيانا بعض الاحيان البنك بصمم انه يراجع الانسبكشن ريبورت للبرايفت سيل. فلانه فعشان هيك بنقول انه لو انه معروض مع ايجنت ولانه معروض بطريقه زي ما نقول بالام ال اس ليستنج البنوك او اللندر بتطمنوا اكثر. طيب الام ال اس حلو بدي اعرف اولا مالتيبل ليستنج سيرفيسز بالنسبه لهذه مالتيبل ليستنج سيرفيسز شو في فرق بينه وبين الريجولر ليستنج. اوكي البرايفت ليستنج قصدك. اوكي الليستنجز البرايفت قبل كم من سنه صار في بالكومبيتيشن اكت فرضوا على البورد تبعنا انه البرايفت ليستنجز تنحط برضو بالام ال اس, فصارت كل برايفت ليستنجز او الفور سيل باي اونر بنسميهم بنحطوا صاروا بالام ال اس. لكن الفرق وين بصير الليستنج نفسها الكوبريتنج كوميشن للايجنت اللي بده يجيب مشتري او العموله اللي معروضه للايجنت اللي بده يجيب مشتري بتكون محطوطه 1 بيني. فالايجنت اللي بده يجيب مشتري انت تخيل يعني
ايجنت عم بيشتغل بكل قلبه رب للمشتري تبعه وعمل له أبروفل وعمل له كل الوراق ومفرجيه يمكن شي 10 بيوت أو أكتر, تخيل إنه يطلع له 1 بيني بالآخر على أساس إنه it's a private sale. فالإيجنت بحس بخطورة إنه يتعامل مع for sale by owners أو private listings. فهدول وفي كتير من الإيجنتس بيعملوا فلتر بالسيستم نفسه إنه ما يطلع الليستينجز اللي محطوطة بالوان بيني, فبحط إنه مينيمم الكوميشن تبعه بده سعر معين. هلأ ممكن نقول إنه هذا أن إيثيكال أو إيثيكال, بس الإيجنتس في إيجنتس بتعملها, فلأنه بقولك أنا شو أنا بدي أتعامل مع واحد بالآخر يعطيني وان بيني يعني, أو ويكون لسه بدي أدخل معه بنيغوشيشن على الكوميشن تبعي. فبحس الايجنت انه حاله انه ورط حاله بليستنج ممكن ما يطلع منها بولا قرش بالاخر. واحنا طبيعه الحال يعني احنا هذا شغلنا وهذا احنا هيك من طعم عيلتنا يعني, فاكيد هذا الموضوع بياثر على الليستنج. فبتلاقي انه البايع بفقد عدد معين من البوسيبيليتيز من الماركت لانه حطها ببرايفت سيل. طيب الفيرتكس تيم حلو, شو فيهم حلو كتير الفيرتكس تيم, شو فيهم الفيرتكس تيم يعملوا لي يلي السيل باي اونر ما بيقدر يعني. اوكي الفيرتكس تيم احنا عندنا فول ستاف, احنا اول اشي البرايفت ديلز عادة الناس بتصل بالبايع نفسه, والبايع بيكون أحيانا بالشغل وأحيانا مش فاضي وأحيانا مسافر وأحيانا ببلد تانية. فأنت تخيل إنه المشتري عم بيحاول يتصل بهالبايع وما عم بتواصل معه وما بقدر يتواصل معه, أو تخيل إنه البايع عارض البيت للبيع وكل ما بده يجي له مشتري بده يترك شغله ويركض على البيت وحتى يقدر يفتح له الباب حتى يدخل هالمشتري يتفرج على البيت. فتخيل أنت الانكونفينينس اللي بتصير للبايع نفسه. فإحنا عندنا 24 hour system وعندنا full staff وعندنا multiple agents وبنقدر نلبي كل هذه الطلبات من غير ما يكون حتى البايع موجود في البيت. هذه أول شغلة. تاني شغلة إحنا بنطلع بالبيت على السيفتي والسيكوريتي أولا للبايع, فبنتأكد إنه شخصية البايع مش معروضة للبابليك وإنه لا دينه ولا مذهبه ولا عقائده ولا البيليفز تبعته معروضة للبابليك, فبكون محمي من أي ردة فعل من فصائل تانية, أو بنحمي شخصيته أو الايدنتيفيكيشن تبعته, لأنه في كتير أحيانا بكون الشخص اللي عرض البيت معروف فما بده ينعرف للببليك. فإحنا في عنا طرق معينة بننتبه لها بالبيت وبنعمل فول برايفسي للبايع نفسه. بسرعة عشان غير نص دقيقة, شو في جديد بالفيرتكس تيم؟ في كتير أشياء جديدة صايرة عنا. إحنا في عنا لستنج هلأ هير صالون كامل مجهز وإتس رانينج أوبريشن وممكن يتأجر أجار من غير ما حدا يدفع الليس هولد امبروفمنت, يعني بس بخش الواحد بيعمل عقد أجار مع اللاندلورد وبيستلم المحل. في عنا كمان برضو مطعم بوينشستر برضو جاهز مكمل بيتزارية برضو ممكن الواحد يدخل ويستأجره ومن غير ما يدفع حق الإكويبمنت. في عنا هلأ لستنج جديدة 10,000 سكوير فيت هاوس massive house 10,000 square feet house wow. massive house اللي طبعا نتكلم بالملايين, فاللي بحب ياخذ فكره عن هذا البيت بليز يتصل علينا. فعلا البيت يعني art. ورقم تليفونك؟ تليفوني 613-878-3041 878-3041.